يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الأمان، صباح راحة البال والطمأنينة، اللي يا رب تبقى تارسة بيوتكم يا رب. اللهم أمين. وكل واحد ويعينه على الفيديو ده، سواء يعرفني أو ما يعرفنيش، يا رب يسعده ويسترها معاه ويكتب له في كل خطوة سلامة. شايفين بقى يا بنات الكيكة؟ كيكة رهيبة، كيكة باردة، كيكة القهوة بطبقات كده طعمها فظيع، بعشقها. انا من محبين عموما القهوه، فاللي بيحب القهوه هو اللي هيتمزج قوي بالكيكه دي وهتعجبه جدا. تمام، يلا بقى ما ننساش بقى اللايك والشير كتير الفيديو، واذا لسه مش منضمين معايا على البيج بتاعتي اتفضلوا، وعلى قناتي على اليوتيوب باسم عرنا العبودي. طبعا انا عملت بقى ايه، قطعت قطع كده مع ايه، في كوبايه القهوه بتاعتي. الصبح باخد كوبايه، بحب اخد كوبايه. الفنجان ده ممكن بعد كده بقى. انتوا بتحبوا تاخدوا ايه مشروب الصبح؟ اكتبوا لي تحت. اللهم ارحم امي وابويا يا رب، واغفر لهم واجعل قبرهم روضه من رياض الجنه. ازيك؟ تحطيه بالفريزر شويه. بصي، هو ده اللي هينجح معاكي الكريم شانتيه ويخلي قوامه ممتاز جدا. اي كريم شانتيه هتستعمليه لاي كيكه، اعملي الحركه دي، تطلعيه من الفريزر دايركت ونشتغل. ايه المقادير اللي انا هستعملها عندي؟ عندي هنا كده بسكوت، 3 باكيتات بسكوت، علبه من القشطه، علبه من الكريم شانتيه، نسكافيه او اي قهوه سريعه الذوبان، معلقه واحده بس كده من السكر، وكوبايه من الحليب صغيره او نص كوبايه من الحليب الكبيره. تمام، هي دي كده مقاديري اللي انا هستعملها. كيكه مش مكلفه ابدا بس طعمها خطير. هنجيب كده البوله بتاعتنا وبسرعه هنبتدي. عملتها معاكم قبل كده كذا مره بالكريم كراميل، بس النهارده هنعملها كده. اهو عندي 2 من الكريم من الدريم ويب، او تبدليها بكريمه سائله، او تحطي مزج ما بين الكريمه السائله وكمان الدريم ويب. يا بنات خلاص، انا نزلت هنا الدريم ويب، هحط كده عليها معلقه واحده سكر. يعني بصوا نقطه، فانا هحط كده. تمام، وهحط كمان معلقه من القهوه سريعه الذوبان. انا عايزه اقول لكم النوع ده عباره عن خيال يا بنات، خيال. وهنخليها جنبنا عشان هنعمل السيرب اللي هنسقيها بيه. وكمان هحط نص كوبايه من الحليب السائل، نص، حوالي نص كوبايه، والحليب يكون متلج جدا كده. تمام، وكمان هنزل علبه الجيمر بتاعتي. زي ما انتوا بقى كده شايفين، خلاص قوامها بقى قوام جميل جدا وتقيله. شايفين قوامها؟ طيب انا بقى دي كده خلاص هركن الكريمه على جنب، وهبدا ان انا احضر السيرب اللي هنسقي بيه القهوه البسكوت بتاعنا. عندي هنا كده معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، مع ميه، شويه ميه، نص كوبايه، وهحط كمان معلقه كده من السكر صغننه بس عشان تكسر حته المراره بتاعت النسكافيه مش اكتر. تمام، بعد كده عندي البسكوت بتاعي، وعندي قارب او صينيه اللي بتتفتح، او اي حاجه، او اي بايركس عندك تقدر تشتغل فيه، او في كاسات على طول، يبقى كل واحد الكاسه بتاعته زي ما عملناها قبل كده مع بعض في الكاسات. وطبعا اعتقد بتبقى لذيذه جدا لو عندك ضيوف ومش عايزه تقعدي تقطعي، تعمليها في كاسات افضل. تمام، يلا هفتح البسكوت ونبدا نحط الطبقات بتاعتنا. طيب يا حبايبي، كده خلاص خلصنا من المهم، والخلطه والسيرب والبسكوت قدامنا. هتجيبي بقى ايه، يا اما بايركس كده مدور، مربع، اطباق صغيره، كوبايات صغننه، تقديم، كيفك، اختاري الحاجه اللي انت عايزه تعملي فيها وهتقسمي. المهم عندي ان انت هتعمليها درجات، طبقات اقصد. اول حاجه هتحطي كريمه عشان تتشبع البسكوته، من تحت كريم ومن فوق كريم. وبعد كده هتبلبلي البسكوت وتحطيه طبقه كريم، طبقه بسكوت، طبقه كريم، طبقه بسكوت، لين تخلص الكميه كلها. تمام، بس سواء بقى عملتي في بايركس او كوبايه زي ما قلت لكم كده. بعدين هتجيبي شوكولاته جالاكسي، طبعا تحطيها في التلاجه تسقع جدا، تكوني سيحتي شوكولاته جالاكسي مع شويه كريمه، وتضيفيها وتوزعها على اطراف بسكوت، او تخليها بس شوكولاته وتدخليها التلاجه اقل حاجه 3-4 ساعات تجمد كويس جدا. بصوا بقى لما تيجي تقطعيها
تبارك الرحمن، اللهم بارك، بجد من احلى واجمل الكيكات القهوه اللي احبهم على قلبي. القهوه الكيكه دي عريضه، طبقتها كبيره كده وعريضه. لو انت عايزه تعملي طبقات صغننه رفيعه برضو تقدري تعمليها، والكميه تعمل لك 2 بايركس. تمام يا بنات، يلا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكون وصفاتي بتعجبكم، وانتظروني بوصفات كتير قوي ان شاء الله احلى واحلى. باي باي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.